مشروع القرية الدمشقية. طبعا المخطط المبدئي بلشنا فيه هون الكراكون، هون حمام السوق، هون الفندق، هون مطعم البيت الدمشقي اللي حيكون بقلب القرية، هون الحارات مثل مشايفين والزواريب اللي حتكون، هون الساحة، وهون المحلات، الفرن مثل الفرن، القهوة، الجامع، محل النحاسات، محل بيت المونة، الشرقيات والبغاجات والحلاق أكيد، ومحل الحمصاني سيد راسي. طبعا هي الحارة إن شاء الله مخطط مبدئي، وهلأ رح نجي بمرحلة متقدمة تانية يعني. وهذا المشروع قائم بإذن الله سواء بكل أنحاء العالم، سواء بقرية، سواء ببيت دمشقي. البيت الدمشقي فرانشايز عم نشاعر فيه بكل العالم إن شاء الله، وكمان مشروع القرية صار جاهز لنفرع فيه بكل العالم. اللي بيحب سواء بأسهم، سواء بفرانشايز، سواء كذا، يتواصل معنا. الله يسعدكم يا رب. حبيت حطكم بالنقاط الأولى ونوه لشغلة كتير مهمة، إنه هذا المشروع غير المشروع اللي بالرياض، يعني بالرياض اللي فتحناه طبعا بالسعودية، هذا شيء وهذا شيء. بس كمان مثل ما قلت لكم المشاريع هي سواء القرية سواء البيت الدمشقي قائم بكل البلاد إن شاء الله. الله يسعدكم والسلام عليكم.